محمد علوي البرنوصي، مسؤول نقابي ورئيس جمعية مغاربة العالم في حراك مستمر. اللقاء ديال اليوم كان هو لقاء تواصلي بطلب من السيدة القنصل سعاد الزيري اللي جات عندنا هنا، وكان سبق لينا حنا عرفنا خدمت هنا في هذا القنصلية اللي تابع ليها انا زعما من ناحية النفوذ الجغرافي، وجات دابا وجمعت الاخوان ديال الجمعيات باش نشوفوا كيفاش نخدموا في المستقبل، وهذه بادرة طيبة. وكنتمنوا ان شاء الله باش الاخوان هذو اللي جاوا يحضروا دائما في اللقاءات المقبله باش نكونوا شي ائتلاف ولا فيدراليه باش تكون واحد القوه فعاله، خاصه في بعض المرات نحتاج نحن ان يكون هناك مغاربه يعني بكثره حتى يعني نقف في وجه الانفصاليين المغاربه الذين هم اخواننا ولكن هم انفصاليون ونحن لنا طرح وحدوي. دونك يعني الاجتماع ديال اليوم هو مهم جدا، وكان يعني يعبر فيه الاخوان من مختلف الجمعيات عن ارائهم وعن ما يعني ما يشوب طريق الجاليه يعني والحقوق ديالها التي هضمت مثلا ك يعني حرمانهم من انتخاب يعني التصويت والترشيح انطلاقا من دوائر بلدان الاقامه اللي قلنا. وحنا هذا الشيء زعما حضرنا باش نبلغوا يعني بطريقه غير مباشره الحكومه المغربيه، رغم التكرار يعني كم من مره يعني راسلنا الحكومه المغربيه وقدمنا هناك دراسات الى اخره على كيفيه وتقنيه الترشيح والتصويت انطلاقا من بلدان الاقامه، ولكن لا حياه لمن تنادي. شكرا. السلام عليكم، زين بالعلوي، جمعيه التضامن المتوسطي. جيت اليوم بدعوه من السيده القنصله الجديده لالا سعاد اللي كنا كنعرفوها من قبل وزدنا عرفناها اكثر. جينا دابوغ باستدعاء منها باش نهنيوها للمنصب ديالها اولا، ونرحبوا بها في كولومب مادي اوف لا يوتسين ثانيا، رغم انها عارفه ديجا الديبارتمون هي. تطرقنا لمواضيع كثيره وكثيره بزاف، المواضيع في 92 كثيره بزاف، ونتمنوا من الله هاد المواضيع نقدروا نهضروا عليها كما وعدتنا بيان سيغ بانها غادي دير بزاف ديال لي زاتوليي باش نهضروا على المواضيع ديال الجاليه كلها. كنتمنى من الله وهذا وعد منها ومنا باش نخدموا جميع في المستقبل لصالح العام والمغاربه بالخصوص ان شاء الله. ان شاء الله. ادريس السباح، رئيس جمعية راسين كلوب، وهذه الجمعية تأسست في 1988 والآن وكل سنة تنظم جوج ديال التظاهرات، تظاهرة رياضية وتظاهرة ثقافية، والحمد لله احنا اليوم حاضرين في وسط مبنى القنصلية العامة ديال المغرب في كولومب، وتنشكروا السيدة القنصلة العامة على هذا اللقاء التواصلي اللي دارتو لنا بحضور 60 جمعية، وهذا تيخلينا نتلفوا كالبنيان المرصوص ان شاء الله، ونحاولوا نزيدوا القدام بكل واحد افيك ان بلانينغ، كل واحد تيدير المشاريع ديالو، ونتعاونوا كاملين في كل مشروع وحتى نوصلوا كاملين بهاد الجمعيات ديال هاد اللي تابعين لهاد القنصليه الى بر الامان، ونوصلوا نديروا شي تظاهرات دائما على طول السنه، تظاهرات رياضيه وثقافيه ودينيه وجمعويه في كل الميادين. وتنتمنى اننا كذلك الناس والحضور يوصل عندنا التظاهرة اللي غادي ننظموا بمناسبة عيد الاستقلال وعيد المسيرة الخضراء نهار 12 نوفمبر، وهذا غادي يكون في مبنى لو تياتر أرمون دو بيجار، سي لو غران تياتر ديال أنيير، وتتواجد بحدا بلديه انيير، وتنشكروا البلديه انيير اللي تتسهل الماموريه على ابناء الجاليه المغربيه، وكذلك القنصليه العامه لكولومب، وكذلك عندنا تظاهره الرقم 55 اللي هي رياضيه واللي سميتها فوت لابي، وباش نخليو ابناء الجاليه المغربيه من اصل مغربي يحسوا براسهم بانهم في مستوى التظاهرات الرياضيه، تنجمع
بين البوليس الفرنسي ورجال المطافئ وقدماء البي اس جي، وكذلك بعض الفروق نسوية لأننا عندنا مباراة نسوية بين جوج ديال الفروق بين الفريق راسين كلوب النسوي وفريق لو فوتبول كلوب أنيار النسوي. وشكرا، وتنتمنى أنكم تكونوا حاضرين معنا كاملين، والباب مفتوح، وإلى اللقاء إن شاء الله.